قال لي ما لا عندنا قضية أخرى نخدموها. قلت له هي ما كانش مشكل أني حاضر. قال لي ما لا هذا لازم نهبطوه. ما نخاف حتى من واحد. ألا من ربي سبحانه، شيء اللي ربي كتبه لك هو يجي. باش يعني نخاف من واحد ومن عبدي وعبد كيما هنايا ما نخافش منه. ساعات اخرين يضل يكركف نساوين بصح، من بعد يروحوا يعملوا فينا واش يحبوا، من بعد يروحوا من بعد دخل اخر خلاص يولوا يحرقونا الماين وويل كانت قرابه بالقش قش بالقش يلحقوا هنا. يقول لك هاوي بالتريسيتي، يحطوا لهم تريسيتي في اذنيهم في يديهم، يشربوا لهم الماء بالصابون ويضربوهم. لا اللي ما عنده هو الواحد يضحي بحياته، سواء عنده ذراري ولا ما عندوش، سواء عنده ذراري ولا ما عندوش يضحي بحياته عشان الاستقلال. انا كي شاركت في الثوره ما حطيتش روحي نقعد حي للزمان، في 24 ساعه راني ميت. رجعت لي الذاكرة كلها، رجعت كنت ناسي شوية وذركا رجعت. اسمي خديوجة، زوجة هادي. اسمي عبد الرزاق لقمة بن عدودة، ابن الثالث لمحمد الهادي. فخورين بيهم. اسمي ملاي جدي الهادي. اسمي الهادي، لقبتي بن عدودة محمد الهادي. ما رحتش نسرق باش يعني نحشي، ما رحت نعاون الثورة باش كما قال الاخر تستقل الجزائر. يجي نهار ويشوفوا وش عمل.